سيد رحيم العقودي وللاستاذ احمد العلواني ولجميع المشاهدين الاعزاء. أهلا بك. مثل ما قال الاستاذ رحيم، الامر يخالف تماما اخلاقيات العراقيين، هذا اولا. وبشكل فج، يعني نحن لا نحجر على الاختلاف في الملبس، في الاختلاف بالافكار، هذا ليس صحيحا. ما دام اعلنا عن انفسنا كبلد ديمقراطي متعدد، يجب ان نسمح ببعض الحريات، ولكن بشرط ان يعني تكون مما يتوافق مع الواقع العراقي، هذا واضح جدا. طيب، الذي فجر هذه الانتقادات والاشمئزازات هو حالة التناقض في طبيعة التعاطي بين مرحلة وأخرى، الاختلاف في التعاطي بين مرحلة وأخرى، وأشرت لها حضراتكم في التقرير وفي كلام الأخ المقدم قبل قليل وكلام حضرتك أيضا، أن هنالك مرحلة حكمت على صغيرتها وكبيرتها. نعم. وجيشت الجيوش على من كما يقولون في العراق حتى نكون اقرب للواقع، يعملون من الحبه كبه، والان يتم غض النظر بشكل كامل، وهذا تناقض يعني عجيب غريب، ليس في مصلحه بناء دوله المؤسسات وبناء خطاب اجتماعي رصين يرصن الوعي العراقي. لذلك يعني الناس استهجنت هذا التناقض. اما واضيف الى ذلك ان حتى الذي استهجن، مثلا الان السيد رحيم العبودي، وكلامه واضح جدا، لكن هذا مجرد كلام فردي يقوله، يعبر عن نفسه الان السيد رحيم العبودي، واخرين يعبرون عن انفسهم، محمود الرباعي يعبر عن نفسه. نحن نريد ان تصدر بيانات رسميه كما كانت تصدر سابقا، وليس تصريحات في مؤتمرات او تغريدات. أما حضور وزير العمل أحمد الأسدي فحقيقة هو عجيب غريب يعني، وفي غير محله، وفقا للأيديولوجية التي يعني هو خلفها وهي خلفه، وهذا طبعا أيضا يضيف تعقيد إلى أنه ما هي الهوية التي تتبناها الفصائل والإطار التنسيقي بشكل عام باتجاه يعني حالة المجتمع وحالة الدولة.